يعني السبب اللي يخلينا نقرأ دون أن نشعر بعظمة هذه الآيات وبما فيها من الوعد والوعيد، وتمر بنا أحوال الأمم السابقة دون أن نعتبر ودون أن نتفكر، اللي يخلي القلوب كما قال سبحانه وتعالى: أم على قلوب أقفالها، اللي يعني يجعل قلوبنا فيها أقفال عن القرآن. والله أعلم أننا نقرأ بمنأى عن القرآن، نشعر أن القرآن لا يخاطبنا، فبالتالي استمرينا هكذا ونقرأ وكأن الآيات لا تتحدث عنا ولا تخاطبنا نحن، فاستمرينا نقرأ دون أن نعيش، وبالتالي حصل الحرمان نسأل الله العافية، وحصل يعني ازدواجية بين بعض من يصاحب القرآن ظاهرا وبين أعماله ويعني أقواله، صار فيه اختلاف، وهذا يعني كله بسبب المنهجية الخاطئة، بينما كان السلف يتعلمون 10 آيات فقط لا يتجاوزونهن حتى يتعلمون ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معا. فأنت إذا مريت بآيات وعد يعني فيها الجنة وكذا، تتفائل، تحسن الظن بالله أنك أنت المخاطب، إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون، تستانس، تنبسط، تحس أنك أنت المخاطب، ولهم فيها كما قال سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس، تشعر أنت المخاطب، ها، تشعر لذة الجنة، تعيش، تنبسط. وإذا جاءت آيات الوعيد تخاف من ذنوبك وتشعر أنك أنت اللي مقصود الآن، أنت اللي في هذا الموضع، تخاف، تشعر أنك تكون أنت في هذا الموضع فتخاف، وقد تبكي من خشية الله. وإذا مرت بأحوال قصص الأمم السابقة تعيشها، تأمل فيها. وإذا مريت بقصة اللي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كما في يعني سورة آخر آل عمران، وفي الأنفال والتوبة، تعيش مع حال الرسول كأنك مع الصحابة ومع الرسول. بهذه الطريقة يا أخواني ستعيش لذة القرآن، وتشعر يعني الوقت يمر عليك، كنت تجلس ساعة كاملة كأنها 10 دقائق ما حسيت، لكن نسأل الله لا يجعلنا من المحرومين.